السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي. وهذه الطريقة التي سنقوم من خلالها بحذف ملف windows.old الذي ينتج لنا بعدما نقوم بتحديث الويندوز، سواء من ويندوز 7 إلى ويندوز 10 أو من ويندوز 10 إلى ويندوز 10 الأحدث. فبعد ما يتم عملية التحديث الكامل وبعد ما نقوم بعمل رستار للحاسوب، نجد بأن الحاسوب قد قام بإضافة مجلد جديد بعنوان ويندوز، وقام بتغيير اسم المجلد القديم إلى windows.old. وبطبيعة الحال فإن عملية حذف هذا الملف كما قلنا لا تتم يدويا، وإنما تتم من خلال برنامج كلينر الخاص بنظام الويندوز نفسه. فإذا لكي نقوم ذلك، أولا سوف نذهب لنرى هذا الملف أو هذه الملفات التي حدثتكم عنها. فأول شيء ندخل على This PC، ثم نختار Local Disk C أو Local Disk القرص الذي أنت منصب عليه نظام الويندوز، ندخل إليه. ثم بعدها سو كما ترون فإن لدينا ويندوز الحديث ولدينا أيضا ويندوز أولد. ويندوز أولد هذا هو الملف القديم الذي نحتاج إلى حذفه. لو قمنا بالضغط بالزر الفأر الأيمن واخترنا ديليت من هذه اللائحة وحاولنا حذف هذا الملف، فإنه سوف يأخذ منا وقت طويل، وبعدما وفي النهاية يخبرنا بأنه لا يمكن حذف هذا الملف، ببساطة لأنه ملف خاص بالويندوز، والويندوز تمنع من حذف الملفات الموجودة داخل هذا المجلد على اعتبار أنها ملفات مهمة لنظام التشغيل ويندوز. فإذا لحل هذه المشكلة كما قلت لكم ببساطة نذهب على Local Disk C أو القرص الذي عليه نظام الويندوز منصب، ثم نضغط بالزر الفأر الأيمن ثم نختار Property. بعدها سوف تخرج لنا هذه النافذة، نختار Disk Clean Up. بعدها سوف تخرج لنا نافذة أخرى سوف نختار منها Clean Up System File. ننتظر بضع ثوان حتى تظهر لنا نافذة Disk Clean Up وهي هذه. أيضا ننتظر قليلا حتى يتم حساب كل الملفات الموجودة بالقرص والتي ليست مهمة للنظام ويمكننا حذفها. بعدها كما تشاهدون نبدأ باختيار الملفات التي نريد حذفها. فالملف الأساسي بالنسبة لنا الذي نريد حذفه هو هذا الملف المسمى Previews Windows Installation، وكما تلاحظون حجمه 14.8 جيجا بايت. الحقيقة الحجم سيكون عندكم أكثر من هذا الرقم، لأنه أنا فقط قبل كنت قد دخلت على هذا الملف وبدأت بحذف بعض الملفات التي كان يسمح الويندوز بحذفها، لكن المساحة في السابق كانت عندي هنا تقريبا 24 جيجا بايت. إذن نعمل تشيك بوكس لهذا الملف الذي نريد حذفه، ثم أي ملفات أخرى أريد حذفها أيضا سوف أعمل تشيك بوكس. بالنسبة لي أنا بالDelivery Optimization File لن أقوم بحذفها لأنه حجم 1 ميجا بايت ليس مهم. عندي أيضا 157 ميجا بايت Temporary Internet File لا أريد حذفها، ولدي أيضا فقط لدي Download Program File 0، ما خلاص ما سأقوم بنزعها أيضا. إذن فما يهمني أنا هو البروفيو ويندوز انستاليشن التي حجمها 14.8 جيجا بايت، يعني تقريبا 15 جيجا بايت، وعندكم ربما قد تكون أكبر من هذا الملف. بعد ما نقوم بعمل تشيك بوكس نضغط OK. Are you sure you want to permanently delete this file؟ يخبرني هل بحقا تريد حذف هذه الملفات؟ أقول نعم delete file. إذن تبدأ الآن عملية الكلين أب للدرايف السي الذي اخترته، وسوف أقوم بعمل بوز للتسجيل إلى حين أن تنتهي عملية الحذف.
إذن كما قلت لكم فإنه بمجرد أن تظهر لكم نافذة الكلين فإنه فقط أنتم تنتظرون إلى حين أن يتم انتهاء الكلين وتختفي النافذة لوحدها بشكل أوتوماتيكي، ثم بعدها سوف نقوم بعمل أوكي هنا ثم نعود على الملف الذي كان لدينا. كما تلاحظون فأصار عندنا فقط ملف ويندوز، أما windows.old الذي كان موجود فقد تم حذفه بشكل نهائي، وهكذا نكون قد تخلصنا من هذه الملفات الزائدة التي كانت تشغل مساحة كبيرة جدا من القرص سي الخاص بنا. أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذه الأشياء البسيطة والمهمة في نفس الوقت بالنسبة لأجهزتكم الخاصة، وأطلب منكم إذا عجبكم هذا الفيديو أن تقوموا بسبسكرايب ولايك ثم نشر بين أصدقائكم لتعم الفائدة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم.